مشاهدينا اهلا بكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه. المركز العربي للاعلام السياحي من ضمن الجوائز وغير التكريمات اللي حصلت كمان اتعمل تور كبيره جدا، لفوا فيها الغردقه، راحوا فيها العين السخنه، القاهره، اتفسحوا فيها، انبسطوا جدا. لكن من اهم الاحداث اللي حصلت اتعمل لهم مولد رائع بكل الاجواء اللي فيه، يوم رمضاني بحت، كان في اكلات مصريه، كان في اجواء والحاجات الراجل بتاع التمر والتمر الهندي والمشروبات اللذيذه، شفنا رقصات حلوه زي رقصه الخيل وغيره، يعني كانت اجواء جميله جدا. وفي نفس الوقت كلمناهم عن المركز ودور المركز الفتره القادمه، الفترات السابقه، ايه اللي بنحلم بيه بالنسبه للاعلام السياحي. خليكم معانا بعد الفاصل. معانا الاستاذ خالد خليل، هو صحفي في البدايه عشان نقول، هو مؤسس المركز العربي للاعلام السياحي ودلوقتي تعتبر رئيس المركز العربي. مظبوط؟ مظبوط. اولا بشكرك على الاستضافه الحلوه دي، والحقيقه ان المركز سنه عن الثانيه ابتدينا نشوف مجهوداته ونشوف امتيازاته، ويا ريت يكون في مؤسسات كتير او مراكز كتير بتهتم بكل الاعلام بقى، مش بس السياحه، في مجالات تانية كتير، اقتصاد وسياسه وكله، يبقى فيه كده. على ما اعتقد الدعم ده بيفرق كتير. انا البدايه استاذ ريم، الحقيقه انا بشكر البرنامج، بشكر حضرتك، بشكر استاذه نور بشكل يعني خاص، لان البرنامج داعم جدا لانشطه الاعلام السياحي العربي والمركز العربي. انا بخصوص التاسيس، انا معايا زميلي كمان مصطفى عبد المنعم، هو احنا الفكره جت من احنا الاثنين، وكانت مخرجتنا العظيمه نورهان معانا في البدايه من حوالي 11 سنه، وابتدينا من شرم الشيخ، والفكره انطلقت من مصر من النيل. يعني كانت في قصه كده جميله انا بحب اذكرها دايما، عشان ان مصر ام الدنيا، مصر ام الدنيا، مصر اللي بتعمل دايما الفكر. احنا كنا قاعدين في النيل، جنب النيل في المانيال، ومعانا بعض السندوتشات من الفول والشاي الصعيدي، الاكلات بتاعتنا الحلوه الجميله يعني، يعني قرينا خبر كده وقلنا طب ليه احنا في مصر ما نعملش حاجه، تجمع للاعلاميين السياحيين، المركز العربي للاعلام السياحي. في نفس اللحظه اتصلنا بالمسؤول، كان وزير السياحه ساعتها، والحقيقه رحب جدا بهذه الفكره. انطلقنا وقابلناه وفتح لنا شرم الشيخ، وعزمنا حوالي 6 دول عربيه ساعتها. وخاصه ان الاختيار الوقت، احنا كنا في فتره صعبه، يعني من 11 سنه انتوا عدى عليكم فترات صعبه جدا، فتره الثورات وغيره على مستوى العالم العربي، فده على ما اعتقد بيأخر اي حد وممكن يوقف كمان مشاريع كتير. لكن التوقيت وفكره الدعم للناس الاعلاميين اللي بيشتغلوا ده حاجه ممتازه، ما اعتقد تغير معنويات كتير. هو صحيح يا استاذ ريم، هو احنا يعني المعوقات الفعل الاحداث يعني اللي حصلت في الوطن العربي لم تكن المعوقات الكبيره اللي احنا عانينا منها. المعوقات الكبيره الحقيقه كانت من بعض الاشخاص اللي لا يريدون للعرب او لا يريدون للاعلام العربي ان يتبوأ مكانته، خصوصا الاعلام السياحي. لو حضرتك تفتكري من 10 او 15 سنه لفظه الاعلام السياحي ما كانتش موجوده في قاموس الاعلام، كنا ممكن نجد الاعلام الرياضي، الاعلام السياحي. دلوقتي بيدرس بره، يعني في الجامعات بره في ماده اسمها اعلام سياحي كمان، يعني كبيره. انا عايز اقول لحضرتك ان في كليه الاعلام جامعه القاهره في قسم العلاقات العامه في ماده للاعلام السياحي، في الجامعات الخاصه في مصر في قسم للاعلام السياحي، حتى في جامعه الشارقه وجامعه الجامعات السعوديه اقسام كثيره. وهذا الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لمجهودكم انتم كاعلام مرئي ومجهودنا احنا كاعلام مكتوب. يعني حصل بوتقه من الاعلاميين العرب شعروا بمسؤوليه تجاه واوطانهم وبلدانهم، خصوصا في مجال السياحه. السياحه دلوقتي بتشكل مبدا او بشكل قطاع كبير جدا في الاقتصاد، ودعم الاقتصاد ودعم العمله الصعبه في البلاد العربيه.
تكاتفنا والمعوقات طبعا ادت بنا دفعتنا دفع ان احنا نتقلد او نعبر هذه المعوقات ونصل الى زي ما حضرتك شايفه ان احنا بنروح مناطقنا والناس بتدعو. حضرتك سافرتوا كام بلد ورحتوا كام بلد احتفلتوا بيها؟ انتوا 11 سنه يعني 11 بلد تقريبا او 11 زياره، انا عارفه في بلاد اتكررت منهم مصر طبعا. هو احنا في ثلاث برامج يا استاذه ريم. البرنامج الاول الملتقى العربي في مصر، وده احنا من منذ نشاه المركز واخذنا عهد علينا ان احنا لازم تكريما لمصر وتكريما للفكره المصريه لابد ان يعقد الملتقى سنوي في مصر. البرنامج الثاني القوافل، القوافل دي لحد اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها 47 مدينه عربيه، زرنا 47 مدينه عربيه في كل البلاد العربيه. لحد 2019 عملنا 11 دوره جوائز اعلام السياحه العربي، ابتدينا بجائزتين فقط ووصلنا 36 جائزه. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ ريم في التصويت الفوت الالكتروني وصلنا ل 3 ملايين شخص دخلوا يصوتوا لحضراتكم اللي هم ده غير ان كان في لجنه كمان، وغير طبعا لجنه التحكيم من كل البلاد العربيه، وكان بيرأسها الدكتوره لميا والدكتور الدكتوره لميا من مصر والدكتور هدير من الجزائر. احنا يعني بالانصهارنا مع بعض والتعاوننا والشراكه اللي هي بدون اي طلبات او بدون اي مصالح زي ما احنا بنقول، ادت ان الاعلام السياحي اصبح الان يعني رقم واحد في الاعلام العربي المتخصص يعني. عايز اقول للمشاهدين بتوعنا ان احنا المفروض ان احنا جايين في فتره استمتاع واربع خمس ايام عشان نستمتع بالاجواء الحلوه في مصر وفي الغردقه، وهنروح ان شاء الله العين السخنه. عايز اقول لكم بقى استاذ خالد كل شويه عامل لنا ورشه عمل الصبح مره وبعد الظهر مره وبالليل مره علشان نستفيد، يعني الموضوع ما يبقاش بس ان احنا نستمتع. فتحكي لنا بقى ايه حكايه ورش العمل؟ اقول بقى الحقيقه يعني احنا في كل في الملتقيات بنعقد ورشتين عمل، ورشة لكل الزملاء المشاركين يقولوا تجاربهم خلال العام الماضي. الحقيقة منذ ثلاث سنين عملوا لنا في تدريب، وبعض الأساتذة المصريين الكبار القامات الإعلامية في كلية الإعلام عملوا لنا دورة تدريبية وفهمونا أن ورش العمل التقليدية انتقلت إلى مرحلة تفاعلية، و اما شفت طبعا تبادل خبرات وثقافات وغيره، اسئله واجابات وطرح مناقشات وطرح اسئله وارقام وده يسال ده، والارقام بتقول ان الورش التفاعليه هي افضل الورش الموجوده اللي بتوصل المعلومه. طبقنا الورش التفاعليه في 2018 والعام ده رقم العام الثاني اللي احنا بنطبق فيه الورش التفاعليه. الورش التفاعليه حقيقه احنا اخترنا موضوعين، الاطر الاعلامي السياحي العربي، والنوع الثاني الورشه الثانيه الترويج والتسويق للوجهات السياحيه العربيه ومعايير وضع الاعلام السياحي العربي في موقعه في الوطن. حضرتك قلت لي كمان ان في حاجه هتتكلموا فيها عن الشائعات ومواجهه الشائعات، مواجهه الاكاذيب، ازاي اللي بيشتغل الاعلام السياحي يكون بيواجه النوع ده، لان ده الحقيقه كتير قوي في فتره المؤامرات. طبعا هو هناخد نموذج مصر ان في بعض الوسائل الاعلام بتبث اشاعات وبتبث اخبار كاذبه، احنا لكن البلد مش مستقرة. طبعا بتعكس بصوره غير حقيقيه للبلد مصر وغير مصر، فاحنا اساتذه او الزملاء الموجودين عندنا اطروحات معينه لتبيان الاشاعه من الحقيقه، من الكذب من الصدق، وكمان في توصيات هتطلع لوسائل الاعلام العربيه بمراجعه هذه التوصيات لمعرفه ان هذا الخبر ما مصدره وما المقصود به وهل هو حقيقي ولا كذا. كويس قوي. فان شاء الله الورشه وبيبقى في طبعا افكار حلوه جدا بيتم طرحها وبيتم تبادلها كل واحد من وجهه نظره سواء واجه المشكله دي ولا لا. مظبوط، احنا معانا ممثلين اعلام ل 14 دوله عربيه يا استاذه ريم، معانا كمان هم كلهم الفايزين بقى من العالم العربي، الفايزين واعضاء المركز من الصحفيين احنا خبرات محترمه. هم طبعا لان هم معانا المذيعين، معانا التويتر من اللي هم البلوجرز، معانا الكتاب، معانا كتاب الراي، ومعانا القيادات طبعا، هم الخبرات متراكمه جدا لان احنا 11 سنه في المركز وقبليها كنا بنشتغل في الصحافه او بنشتغل في العلاقات مثلا، ففي خبره كبيره يعني من في كل المشاركين.
انا بشكرك ومبروك للنجاح السنه دي، وعقبال كل سنه في تقدم يا رب دايما ونجاح. انا اللي بشكر الفضائيه المصريه وبشكر البرنامج الجميل مصر قريبه. الحقيقه مصر قريبه بدا يبث مفهوم ال 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 هنقول ايه الحركه والديناميكيه في البرامج السياحيه. لو نفتكر من زمان، من 20 سنه كان عندنا برنامج خمسه سياحه مدام جانيت فرج، وكنا بننتظره قبل المسلسل. البرنامج المخرجه الجميله وحضرتك يا استاذه ريم وبقيه الفريق والفرق اللي سابقه وضعت مفهوم للبرنامج السياحي الديناميكي المتحرك اللي بينزل في الواقع، اللي بيعكس الشجره، بيعكس البحر، اللي بيعكس الارض، بيعرف السائح الاماكن الحلوه اللي ممكن يروحها. انتقل من الاستوديو الى الواقع، وهي دي السياحه الحقيقه. انا بشكركم جدا، انتوا اللي مشكرين يا استاذه ريم. مره ثانيه بنشكرك على الاستضافه الجميله. شكرا شكرا يا استاذه ريم، شكرا جزيلا. معنا الأستاذ شكري شراد مسؤول الأسواق العربية، وهو حاصل على جائزة القيادة العربية للهيئات السياحية والعربية. ألف مبروك. ربي يبارك فيك وربي يبارك في مصر وفي أهل مصر. هذا الاستقبال الطيب وهذا الكرم الكبير من مصر وشيء لا يستغرب طبعا. نحن سعداء جدا أن مصر تحتضن الدورة 11 لاجتماعات المركز العربي للإعلام السياحي، وأيضا أوسكار 2018 الذي توج فيه العديد من الأخوة المبدعين العرب. فشكرا لمصر وأهل مصر الأعزاء. حضرتك منين بقى؟ أنا من تونس. تونس طبعا، تونس الخضراء، تونس الجميلة، تونس اللي احنا يعني كلنا عندنا كده وجهة ان احنا نروح لها، لأنها كمان بلد سياحي في المقام الأول. فأولا تحكي لنا كده عن تونس والفرق بينها وبين مصر، ايه الحاجات اللي يعني بتشوف مصر بتفتكر فيها تونس والعكس؟ طبعا هي فعلا لما ادخل الغردقة اول ما اتذكر ذكر يعني المنتجعات السياحية في تونس، لان نوعية ستايل ونوعية البنية الاساسية السياحية الموجودة بالغردقة وبسهل الحشيش في تشابه كبير بين تونس ومصر. لكن رغم هذا التشابه هناك مميزات تميز مصر وتميز تونس على مستوى الرصيد الحضاري والتاريخي الموجود، نوعية الحضارات التي مرت على مصر ونوعية الحضارات التي مرت على تونس. ولكن هناك تكامل جميل جدا بين تونس ومصر. انا كنت تحدثت سابقا في التلفزيون المصري وقلت أن تونس ومصر بإمكانها أن تكون وجهة سياحية واحدة للوجهات السياحية البعيدة. السائح الذي يأتي من الصين صح؟ بالضبط، من الصين، من اليابان بالضبط، شمال أفريقيا. لأنه الذي يأتي من 10 ساعات أو 15 ساعة طيران ويأتي إلى منطقة المتوسط أكيد أقل شيء 10 أيام أسبوعين، وبالتالي أنه ينوع بين تونس ومصر فكاد متجانس جدا جدا. وبإذن الله أنا أدعو القطاع الخاص في تونس والقطاع الخاص في مصر إلى التكامل في هذا الموضوع إن شاء الله. طيب حضرتك يعني لما بنتكلم على تونس، ويمكن تونس لما بتقدم السياحة بتاعتها بتقدمها بالطبع التونسي، اللي بنشوف البيوت البيضاء الحلوة اللي فيها أبواب زرقاء، بنشوف إنه ليها شكل كده البنية كمان بتاعتها. فتحكي لنا شوية عن ده، واحنا عندنا النوبة شوية فيها نفس الاتجاه في البناء يعني، فتحكي لنا شوية عن طريقة البناء اللي بيشد السائح. صحيح، الطابع المعماري اللي حضرتك ذكرتيه الآن متواجد أهم شيء في منطقة أو قرية سيدي بوسعيد. هذه القرية هي ضاحية من ضواحي تونس العاصمة، تقريبا 20 كيلو شمال تونس العاصمة، وهي يعني تتميز بهذا التجانس في اللون الذي يعطي جمال يعني منقطع النظير يعني. فهذا الحفاظ على هذا الطابع المعماري يعني يشكل من أهم دعائم التخطيط السياحي في تونس. حتى المدينة القديمة في تونس، حتى الأسواق، المساجد القديمة، عملية المحافظة على التراث هي جزء أصيل من صناعة السياحة، وتعطي رسالة واضحة ضمن الصورة السياحية للوجهة. بالتالي أن الإنسان لما يشوف هذه الصورة من ألاف الكيلومترات يقول هذا البلد الفلاني وهذا البلد الفلاني. نراها في مصر، نراها في المغرب، في مراكش، نراها في تونس، ونراها في عدة مدن عالمية. إحنا للسياحة. ممكن نعمل قصة متكاملة، ينزل السائح في مثلا تونس، ينزل في المغرب يكمل القصة، ويجي في مصر يختمها مثلا، لو إحنا بنعمل فكرة مختلفة. طيب أكلمني عن الجائزة بقى، وحضرتك خدتها في القيادة العربية بالنسبة لهيئات سياحية، فتدينا فكرة دورك فيها ايه وازاي اخذت الجائزة. شكرا جزيلا. هذه الجائزة هي الجائزة الوحيدة ضمن جوائز المركز العربي للإعلام السياحي التي تمنح
كادر إداري أو موظف من القطاع العام السياحي. عملية التجانس بين القطاع العام السياحي والقطاع الخاص والإعلام السياحي عملية ضرورية جدا لإنجاح أي خطة سياحية، بالتالي لا يمكن الاستعاضة أو لا يمكن تغييب أي طرف من هذا الثلاثي الموجود. المركز العربي للإعلام السياحي هذه التفاتة أعتبرها طيبة وذكرى جميلة جدا بالنسبة لي بعد أكثر من 20 سنة في التعاطي مع السياحة العربية، ملف السياحة العربية وهم السياحة العربية والتكامل العربي في المجال السياحي، هذا مجال كبير وكبير جدا للعمل. أصحاب القرار في العالم العربي لابد أن يعطونا فرصة أكبر من أجل أن نعمل أكثر، هناك مخزون هائل وكنز عظيم جدا في العالم العربي لابد أن نبرزه ونقدمه للعالم بشكل جميل وبشكل لائق إن شاء الله. كلمة قيادة دي مش كلمة سهلة، يعني لما بنقول إدارة بتختلف تماما عن قيادة. القائد دايما بيبقى ليه مميزات خاصة، إنه يعرف أولا يبقى محبوب، إنه الناس تحب اللي تحتيه بتسمع كلامه عن حب، إنه يكون كمان بيتعاطف معهم، يعني ليه مواصفات في علم الإدارة. فحضرتك يعني تقول لنا كده ما يميز حضرتك بالنسبة لحكاية القيادة دي؟ أنا عارفة إنه صعب الواحد يتكلم عن نفسه، بس أنا بتكلم على بروفيشنال وايز بقى سياحة. أنا أترجم كلمة قيادة أنها فن من الفنون. حضرتك ممكن تدرس في الأكاديمية كل العلوم الموجودة، تدرس إدارة، تدرس كل شيء، لكن القيادة وفن القيادة وحسن القيادة والمهارة هذه أشياء قد تكتسب بالخبرة، قد تكتسب من ربي سبحانه وتعالى، ولكن نحن في حاجة إلى جيل من القادة الذي يثمن المخزون الحضاري والتاريخي الكبير الموجود في العالم العربي. نحن في حاجة إلى قيادة تعطي الثقة وتعطي يعني الزخم الإيجابي لكل العمليات الترويجية، للاستضافات، لتشجيع الناس، لشكر الناس. نحن في حاجة إلى ثقافة إيجابية في العالم العربي تعطينا زخم أكبر وقوة أكبر للعمل بناحية أفضل إن شاء الله يا رب. أنا بشكر حضرتك وبقول لك ألف مبروك ومنور مصر، وإن شاء الله يبقى في دعوة قريب في تونس. أنا عارفة إن المركز كمان احتفل أكتر من مرة في تونس، إن شاء الله بقى كمان السنوات اللي جاية نكون عندكم في تونس بنستمتع بجمال تونس. شكرا لكم وشكرا لمصر وأهل مصر الأعزاء، شرف كبير أن أكون متواجد في مصر وتونس بلدكم وأهلكم وناسكم، وأهلا وسهلا سواء بكل المصريين أو بأعضاء المركز. نحن سبق أن استقبلنا أعضاء المركز في تونس ويتجدد اللقاء بإذن الله. ربي يحفظك. المركز العربي للإعلام السياحي قايم بدور كبير، كمان المسؤولين المصريين في المركز كمان قايمين بدور كبير جدا وبيتواصلوا مع الجميع. والحقيقة ان احنا من خلال احتفالية حلوة ومن خلال 5 أيام تقريبا، هم الفسحة او النزهة اللي اتعملت للمجموعة اللي فازت، الحقيقة بان قوي شغل المركز العربي الفرع المصري. يا اهلا وسهلا، احنا معانا الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ومسؤولة المركز المصري للإعلام السياحي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. احنا طبعا بنحبك حب خاص جدا لان حضرتك طبعا يعني نار على العالم زي ما بيقولوا، او نور على العالم في مجال الإذاعة وصوت العرب. احنا النهارده كمان بقى شايفين وجه اخر وشايفين ده من خلال شغلكم في مصر والجولات اللي اتعملت والنزهة الحلوة والابحاث اللي بتتعمل والدراسات اللي بتتعمل من خلال ورش العمل وغيره. فاولا بنهني نفسنا على وجودك في المركز، وحضرتك مسؤول عن المركز المصري بقى الاعلام. يعني انا سعيده طبعا جدا بوجودي في المركز المصري، وسعيده بوجودكم، وسعيده بالاعلام المصري اللي بيدعم فكره الاعلام السياحي. يمكن المركز العربي للاعلام السياحي بدا من 11 سنه، بدا من مصر بفكره صحفيين مصريين وانطلق لكل الدول العربية. يعني احنا عندنا فروع مشهرة في 16 دولة، وفي عدد من الدول ما زالت تحت الإشهار. احنا بنغطي تقريبا 19 دولة عربية، ده يعني عدد
رائع جدا ومتميز جدا. كل مركز من مراكز الدول العربية في عدد من المنتسبين في كل وسائل الإعلام وفي المجالات السياحية. الالتقاء بيسبب حالة من الحب والعشق لكل الموجودات السياحية على أرض الوطن العربي، تبادل خبرات بالتأكيد وإبراز للمقومات السياحية في مصر في كل الأنحاء المصرية على اختلاف المميزات السياحية في كل الدول العربية، في تونس، في المغرب، في الجزائر، في لبنان، في الأردن، في السعودية، في الإمارات، في سلطنة عمان، في البحرين. يعني كل دولة ليها بالتأكيد مميزات، لما نجتمع كلنا أكيد بنعمل حاجة أو حالة رائعة جدا بنحب إن احنا نطلع بيها كلنا مرة واحدة، ويمكن ده استكمال لرسالة صوت العربي اللي أنا بنتمي ليه. طبعا طبعا وجميلة. لما بنتكلم عن الإعلام السياحي، يمكن احنا المفهوم ده رغم إن هو في بعض الأحيان في بعض المعاهد وبعض الجامعات بيدرس، يمكن بره واخدينه بشكل أوسع ونطاق أكبر لأن كل يوم فيه جديد. احنا لسه برضو مفهومنا ليه قاصر شوية، إنه ممكن أي حد كده معدي يشتغل سياحة، ممكن يكون موضوع مش مدروس جيدا، لأن أنت عارف حضرتك الكلمة تحديدا ممكن تعمل مشاكل بين بلدين، ممكن تخلي السياحة تقع في مدينة من المدن، فدي يعني مسؤولية كبيرة. ازاي حضرتك وازاي بتبتدوا تختاروا البرامج وبتختاروا على اساس ايه؟ وهل في نوع من التوصيات بعد كل ملتقى انه يكون لا عايزين ناخد بالنا من النقاط الفلانية بالنسبة للإعلام السياحي تحديدا؟ يعني هقولك على حاجة، يمكن تخصص الإعلام السياحي وتدريسه في الجامعات العربية طلع من المركز العربي للإعلام السياحي، لأن احنا معانا منتسبين من الأكاديميين الكبار، أساتذة الإعلام الكبار كانوا مع مجلس إدارة المركز العربي للإعلام السياحي، بدأوا معنا من 2010، فكانت صحبة جميلة جدا. هم عجبتهم الفكرة وعجبهم إن فعلا في إعلام متخصص وإن إحنا لازم نهتم بهذا الإعلام ويدرس بشكل أكاديمي، وأصبحت هناك كتب تدرس وفي كثير من معاهد الإعلام العربية منها كلية الإعلام في جامعة القاهرة. في بعض الجامعات العربية عندها تخصص الإعلام السياحي ومادة تدرس تحت هذا العنوان، يعني الحمد لله ده من البصمات اللي تركها المركز. يمكن وجود كل هذه التوليفة الإعلامية بيخلي في نوع من الاهتمام ان اللي يشتغل في كل مجال يكون على قدر من التخصص، علشان ما يبقاش الإعلام هو مهنة من لا مهنة له. أتمنى للإذاعة ان احنا يعني نكون أكثر وصولا للجمهور، ان احنا نكون مستفيدين أكثر من التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات ونستفيد بها بشكل كبير، علشان نقدر نوصل لكل الجمهور، كل اللي بيسمع العربي اللغة العربية وبيفهمها يكون هو جمهورنا ايا كان مكانه. برامج سياحية اخبارها ايه؟ البرامج السياحية بالتأكيد موجودة، واحنا عندنا برامج سياحية عربية على فكرة. في احد البرامج كسب السنة دي افضل برنامج اذاعي لاتنين من الهواة، احنا اتحنا لهم منصة في صوت العرب، والحقيقة هم باجتهادهم تقدموا للمسابقة، والتصويت الإلكتروني خلاهم هم المركز الأول، فدي حاجة تسعدنا جدا، ويعني نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل الزملاء في كل وسائل الإعلام. حسين علي المناعي رئيس الاتحاد العربي للاعلام السياحي وعضو الهيئه الاداريه لجمعيه الصحفيين فرع ابو ظبي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكم. كل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين وصحه وسلامه ان شاء الله. اولا طبعا يعني كل سنه عن سنه المركز بيبقى احسن وبيبقى افضل، وبنبقى عندنا احنا كمان كعرب نوع من الوعي ناحيه الاعلام السياحي تحديدا، لان احنا برضو ما كناش مصنفين هذا النوع من الاعلام. فالسنة دي ايه اللي حضرتك شايفه مختلف ودور حضرتك في المركز كمان السنة دي الجديد بالنسبة لي؟ حقيقة المركز العربي للإعلام السياحي دائما يأتي بالجديد، والجديد هو في هذا العام هو إقامة الملتقى وتوزيع الجوائز الإعلام السياحي في أم الدنيا في مقر المركز العربي للإعلام السياحي. عندما تحتضنه الأم فهو يختلف بكل المقاييس. المركز العربي للإعلام السياحي خلال احتفاله بمرور 10 سنوات رأينا هذا الإنجازات من خلال عرض الفيديو الذي عملوه
أبناء مصر، هذا بتميزه بلمساته. هنا القاهرة، ذلك الشعار الذي خاطب القلوب وخاطب الجميع. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى عندما رأينا السياح يأتون إلى مصر من كل مكان. تذكرت تلك الأيام التي كنا نأتي بها إلى مصر ولا نجد غير أعداد بسيطة جدا، ونلاحظ هناك من يناشدنا ويقول لنا: أنتم اكتبوا عن مصر، دعوا العالم يأتي إلى مصر، إننا نحن أصحاب الخيول. يزنون ويصيحون بأن خيولنا لا نأتي لأكل، لا أتون الأكل، لا تجد ما يكفي هذا. فنحن نقول الحمد لله على عودة مصر وعمار يا مصر. ومعانا رئيس المركز العربي للإعلام السياحي الأستاذ عوني داوود. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم، تشرفت. أولا حضرتك منين بقى؟ أنا من الأردن. من الأردن. وأنا نائب رئيس تحرير جيت الأردنية. يا أهلا وسهلا بيك، وألف مبروك على نجاح الملتقى السنة دي، ألف مبروك على المركز. وحضرتك كمان خدت رئيس المركز لسه هو قريب، وأكيد عند حضرتك طموح للمركز مختلف، هتطلعها مخطط مختلف، إيه بتتمناه السنة دي وناوي إن شاء الله أن حضرتك تعمل؟ بالتأكيد أول شيء شكرا جزيلا، ويعني وش مصر دائما حلوة على الجميع، مصر أم الدنيا وسعداء في وجودنا فيها. تنافسنا التنافس الشريف على خدمة هذا المركز، المركز العربي للإعلام السياحي قطع شوط كبير وفي إنجازات حققها من سبقوني من الزملاء الأعزاء، وأتمنى أن الله يقدرني يعني نعلي البناء. خطة قدمت برنامج طموح أنه هو يتكون من عناصر عديدة، أولها البناء على ما أنجز. هذا مركز ممثل بأكثر من 15 دولة عربية تقريبا، يضم نخب من 400 إلى 500 إعلامي في كافة الدول العربية. أعتقد هذه قوة كبيرة. يمتلك أيضا جائزة هي الأهم في الوطن العربي، أوسكار السياحة الإعلام السياحي. أعتقد هذه العناصر القوة إذا ما أحسن الاستفادة منها قادرة على أن تنهض بالإعلام السياحي في الوطن العربي كله، وتساهم بزيادة الدخل القومي والوطني بالسياحة في الوطن العربي. أعتقد بأنه السياحة في مصر تعتبر هي المصدر الأهم للاقتصاد المصري، كذلك في كثير من الدول. نحن في الأردن أيضا تشكل 14-15% من الدخل القومي، وأعتقد بأنه الإعلام هو الوسيلة الجاذبة الأقدر على رفع هذه المعدلات. دورنا كمركز في المرحلة المقبلة زيادة التعاون التنسيق في شبكات الإعلام. سننشئ إن شاء الله شبكة الإعلاميين السياحيين، بمعنى أنه هذه القوة 400-500 نزيد من تفعيلها وبخدمة السياحة في الوطن العربي. أيضا لدينا طموح. دي فكرة كويسة بالنسبة للنقطة دي تحديدا، لأن إحنا عندنا مشكلة أن بعض الأحيان بيبقى حاصل نوع من الخطط عن طريق النت، يعني يقول لك مثلا تيجي تدور على اي منطقه اي مدينه في الدول العربيه يقول لك لا ان فيها ارهاب فيها خطوره، وده يكون ابعد ما يكون عن الحقيقه. والحقيقه ان بيخش ناس كتير تدعم هذه الفكره، وكان في فعلا لجان الكترونيه لدعم الافكار السلبيه علشان ما يبقاش فيه سياحه. فكويس قوي اللي حضرتك بتقوله، يعني ان يبقى في قوه سياحيه. شكرا على النقطه هذه، خاصه احنا يعني في 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 عصر الاشاعات وعصر الارهاب الاعلامي اذا جاز التعبير. الرد على هذا الارهاب الاعلامي بارهاب حقيقي، بإعلام حقيقي متكامل، شبكة إعلاميين تضم الإعلام المرئي والمقروء والمسموع والسوشيال ميديا وإلى آخره، بيدي الصورة الحقيقية سرعة بالضبط. الآن هناك إذا هناك معلومة خاطئة يرد عليها هذا الإعلام بشبكة خلال لا أقول ساعة دقائق، بالتواصل معهم بكبسة زر كما يقال، بالرد عليه بقوة. أعتقد سيكون في قوة مضادة لأي إشاعات، وأيضا غير القوة المضادة قوة تسهم بإعلاء البناء وزيادة معدلات النمو في الوطن العربي بكل بساطة. هلا هذا مقترح. المقترح الثاني اللي تمثل أو يتميز به الملتقى الحالي 11، الإعلان عن مجلس أمناء. مجلس أمناء أيضا يضم نخب من الوطن العربي من القيادات الإعلامية برئاسة معالي الدكتور طالب الرفاعي اللي هو كان الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية، وأيضا يضم من مصر معالي الدكتور زقزوق.